حياكم الله مشاهدي ومتابعي قناة دبليو تي في شاشة وطن، وأهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم برنامج المعتمد. هذا البرنامج الخدمي اللي يعرض على حضراتكم يوميا من يوم الأحد إلى الخميس، واللي يحب يتابعنا أيضا على الصفحة الرسمية بالبث المباشر. كنا سامعين عن المياه الأقليمية اللي تتقاسم بها عدة دول، وتكون هنالك خطوط مرسومة تكون هي الفاصل لهذه المياه بين الدول المتقاسمة. هناك اعتداءات تنتهك سيادة العراق ومياه العراق، وبالتالي هناك أيضا معاناة يعانيها الصياد في ميناء خور عبد الله أثناء رحلتهم للبحث عن لقمة عيش وسبل العيش، والحكومة واقفة يعني مكتوفة الأيدي، والمواطن المسكين ما يدري بالحكومة الموقرة المحترمة بايعة ميناء خور عبد الله للأشقاء الكويتيين، ويقولون لكم اليابسة وإن المي، ومثل ما يقول المثل البيت بيت أبونا والغربة يطردونا. وبالمقابل أكو صيادين من غير دول يتجاوزون على مياهنا، والخطوط المرسومة من إيران والكويت والسعودية والخليج وغيرها من الدول، وما حد يقولهم على عينكم حاجب، وكلها تأكل وتنهش بخيرات العراق وسيادة العراق. موانئنا وين؟ سيادة العراق وين؟ اليوم أغلب الموانئ تفتقر لسيطرة نوعية ومختبرات الفحص، واللي أدت إلى دخول بضائع تالفة وأكسباير وبها مواد أيضا مسرطنة، يقف خلف دخولها تجار الصفقات وتجار الأزمات اللي يستغلون الأزمات الاقتصادية اللي دائما تضرب البلاد لتمرير عقود وصفقات مشبوهة تمرر بطريقة غير قانونية في ظل غياب القوانين. خليكم ويانا يعني نروح يا زميلنا المخرج نشوف هذا التقرير، ومن بعدها نرجع نكمل فقرات برنامج المعتمد. البحار والمياه الأقليمية المشتركة قانون حددته الأمم المتحدة في كل ما يتعلق بالسطوح المائية الخارجة عن الدول، وضعت اتفاقياتها في بلدان العالم عام 1973. ويحدد القانون المياه الأقليمية للدولة بمسافة لا تتجاوز 12 ميلا من نقطة الأساس. تمارس الدولة سياقا شبه كامل على هذه المياه باعتبارها جزءا لا يتجزأ من إقليمها، وتلتزم الدولة باحترام مرور السفن البريئة ما لم تكن مخالفة للقوانين. إما المنطقة المتشاطئة أي المشتركة بين بلدين والتي تتجاوز 12 ميلا بعد المياه الإقليمية، فيحق للطرفين استثمارها اقتصاديا بدون فرض سيادة عليها مع مراعاة سلامة الملاحة البحرية. إلا العراق، السمكة المأكولة المذمومة، ضائع بين قوانين البلدان، يعتقل صيادوه بين فترة وأخرى عند ذهابهم للصيد في المياه المشتركة مع الكويت. نعم، إنه خور عبد الله المباع بخسا إلى الكويت، ليس هناك قانون يحمي الصيادين، وكل ما هناك سكوت عن التجاوزات الإقليمية على ثروات العراق والاستحواذ عليها من البلدان. هل سيبقى هذا السكوت والانتهاكات وعدم احترام السيادة بلا حسيب ولا رقيب؟ ملف سيطرة العراق على المياه الإقليمية والدولية طريح على طاولة المعتمد. يعني شكرا لزميلنا عبد الله الطاي اللي عدلنا هذا التقرير. اليوم عندنا هوايه تساؤلات وهوايه شكاوى وصلتنا من هوايه تجار عراقيين، بالتالي بدورنا راح نطرحها على ضيوفنا الموجودين ويانا في الاستوديو. رحب بضيفي عبر السكايب فراس الموسوي، نائب نقيب البحريين العراقيين. مرحبا بك يا استاذ فراس. وايضا ارحب بضيفي محمد الياسري الباحث بالشان الاقتصادي. مرحبا بك يا استاذ محمد. نعم، بداية التماس بالكلام قدموا سيد فراس. نعم، بداية استاذ فراس رحب بك ونرحب بتواجدك ويانا ببرنامج المعتمد. استاذ
استاذ محمد تسمعني؟ نعم اسمعكم. الو، معك. السلام عليكم. عليكم السلام. استاذ فراس. العفو، المهندس البحري باسم محمد علي، نقيب البحرية العراقية. نعم، اهلا وسهلا. استاذ فراس، كان البارحه لقى معاكم بالتقرير نائب نقيب البحرية العراقية. نعم، اهلا وسهلا بك استاذ. استاذ، بدايه نريد نعرف بشكل مختصر اهم العراقيل اللي تواجه عملكم في الموانئ العراقيه. والله حقيقه كثير من الامور جاءت عرق العملنا، وصدمنا قبل ايام بقرار من الدوله الشقيقه الامارات العربيه المتحده نعم بمنع دخول اي عراقي لها. هذه الدوله التي انعشنا اقتصادها منذ عام 2003 لحد الان، نحن من حرك موانئها، نحن من حرك اقتصادها. الان تصدر قرار مجحف ظالم بحق الشعب العراقي وحق البحرية العراقية وجار العراقيين بعدم دخول اي مواطن عراقي الى دوله الامارات العربيه المتحده. يعني اليوم نريد نعرف ايش قد عدد البضائع المكدسة في الموانئ الموجودة في محافظة البصرة. والله حقيقة كثير، واحنا اجتمعنا حقيقة في نقابة البحر العراقيين اعضاء الهيئة الإدارية، عقدنا اجتماع طارئ بهذا الخصوص وصدرنا بعض القرارات والبيانات. منها اولا طالبنا كل التجار العراقيين بتحويل جهة بضاعهم من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى دولة قطر الشقيقة ميناء حمد، لأنه ميناء حمد حقيقة قدم لنا كثير من التسهيلات والتخفيضات إلى التجار العراقيين بعد القرار الجار الذي صدر من دولة الإمارات العربية المتحدة بعدم دخول أي عراقي إلى أراضيها. نعم، يعني مدى تأثير اليوم تصريح الإمارات بمنع دخول العراقيين إلى أراضيها؟ 86% اذا يعني اذا كان الرقم انه صحيح، انه 80% من البضاعه العراقيه تاتي عن طريق الصين او كل دول العالم تاتي عن طريق الامارات. نعم. فحقيقه لنا الفضل الكبير نحن العراق على دوله الامارات العربيه المتحده حول تمشيه موانئها وانتعاش اقتصادها البحري بالذات، اضافه الى انه كل التجار العراقيين لهم مكاتب هناك في الامارات العربيه المتحده، وانا في زياره مستمره كنت في دوله الامارات العربيه المتحده والاطلاع على سير التجاره بين العراق والامارات، فمستغرب حقيقه كل الاستغراب باصدار هكذا قرار مجحف وظالم على الشعب العراقي وعلى كل البحريه العراقيه. نعم، يعني استاذ برايك اليوم ايش قد عدد البضائع المكدسه في الموانئ؟ يعني أعدادها بشكل يوم مش قد تصلكم؟ العفو، لم أسمع السؤال. أعداد البضائع المكدسة عندكم بالموانئ إيش قد عددها يصل بشكل يومي؟ والله كثير ست، العدد لا يحضرني بالضبط حقيقة، اللي تعرفين بضائع حاويات وبضائع لوز كارغو وكثير من البضائع. أنا أعطيت نسبة حقيقة 80% من البضائع تأتي العراقية عن طريق الإمارات العربية المتحدة، وأنا أطالب من خلال منبركم الكريم كل التجار العراقيين بعدم التعامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة بعد هذا القرار، وتحويل وجهتهم إلى دولة قطر الشقيقة إلى ميناء حمد بعد الاتصال بهم وتقديم كافة التسهيلات. نعم. للتجار العراقيين في دولة قطر الشقيقة. نعم، يعني أستاذ برأيك اليوم هذا التكدس اللي يصير بالبضائع ممكن يأثر على البضائع الأخرى القادمة؟ نعم ست، لما أسمع السؤال. يعني هذا التكدس بالبضائع اليوم الموجود بالموانئ ممكن يأثر على دخول البضائع الأخرى؟ ممكن يأخرها بالطريق؟ شلون تتعاملون وياها هاي البضائع؟ ممكن يعني تنادون إنه تتأخر بالطريق؟ نعم، يبدو ان هنالك مشكله بالصوت. ارجع ويا ضيفي اللي موجود ويانا بالاستوديو الاستاذ محمد الياسري. استاذ محمد تسمعني؟ اسمعكم واضح. نعم. اهلا وسهلا بك استاذ محمد. الله يحفظكم ان شاء الله. أسلم. استاذ محمد، حضرتك سمعت كلام الاستاذ، نريد نعرف ردك على كلامه. اولا تحيه طيبه لكم ولضيفكم العزيز ولجمهوركم الكريم. اهلا. انما يجري في العراق من مشاكل بحريه وهي بالاصل تنتج عن طريق على طبيعه الصراع السياسي. الإمارات كان لها دور سلبي في العراق والكويت لها دور سلبي أيضا في العراق. فالكويت سابقا كانت الداعم الرئيسي لنظام المقبور،
في شن الحرب على الجمهورية الإسلامية، وبعد أحداث الكويت وغزو العراق سنة 1991 حدثت المشكلات، أنه مشكلة ترسيم الحدود المائية. قبل هذا الوقت لم يكن هناك أي مشكلة مع الجانب الكويتي في الجانب الماء. وما يتعلق بقانون مجلس الأمن المرقم 833، نعم نعم أستاذ، 833 لم يمنح الكويت أنه حق التحكم بخور عبد الله، ولكن بعد القرار العراقي ببناء المشروع الوطني الكبير، مشروع ميناء الفاو، نعم عملت الكويت على قناة غور عبد الله، وبالنتيجة وصناعة جزيرة في أن العراق يعتبرها منصة. نعم هذه ستؤدي إلى تحكم الكويت بشكل كامل بالملاحة في غور عبد الله التي هي مشكلة رئيسية لخور الزبير ومنه إلى أم قصر. نعم طبعا العراق وقع اتفاقية في سنة 2012 مع الكويت، ولكن لم يمنح الكويت حق الاستيلاء كامل على خور عبد الله، وإنما عبارة عن مشاركة في الملاحة. وبعد هذه الفترة بعد هذه الفترة والمشاكل السياسية، يبدو أن الإمارات والكويت ضيف نعم أستاذ، أستاذ أسمعك يعني أستاذ، نريد نعرف اليوم ده توصلنا ببضائع تالفة وإكسباير وتحتوي على مواد مسرطنة من دولة الإمارات، بالتالي ماكو أي رد من الحكومة على قرارهم بمنع دخول العراقيين. اليوم وين دور الحكومة العراقية بمنعهم؟ اليوم لازم تكون معاملة بالمثل، يعني اليوم ليش تجينا بضائع من الإمارات وإحنا أصلاً ممنوعين من الوصول لهاي الدولة؟ مو احنا المشكلة هنا، الإمارات كان لها دور سلبي أصلا في مشروع ميناء الفاو الكبير، عندما قامت الحكومة بالاتفاق مع الصين على بناء الميناء الفاو الكبير. الإمارات لها الدور السلبي في إفشال هذا المشروع، بالنتيجة تشغيل ميناء الفاو الكبير. نعم تسمعني؟ ألو؟ نعم أستاذ أسمعك أستاذ محمد، تشغيل ميناء الفاو الكبير سيذهب بنصف عائدات الإمارات إلى العراق، هذا الجانب الأول. فسعت الإمارات بكل ما تملك من قدرة على إفشال هذا المشروع بكل الوسائل، نعم فيعني تحويل البضائع إلى مشروع ميناء الفاو الكبير وموقع استراتيجي العراق على طريق الحرير سيلغي. ولهذا نرى أن الدور الإماراتي ليس فقط في العراق بل في اليمن، في أفريقيا، تعمل على إفشال جميع الموانئ في المنطقة من أجل بس بقاء استاذ موانئها. محمد اليوم ده نشوف يعني البضائع الاماراتيه تغزو يعني الاسواق العراقيه. تغزو الأسواق العراقية، وهذا للأسف لم نجد هناك جدية من الحكومة العراقية بالتعامل. يفترض أن يكون هناك تعامل بالمثل. أولا نعم لماذا الإمارات منعت العراقيين وألقت القبض على العديد منهم في بالتالي انا العراق؟ هم لازم امنع هاي البضائع، زين اذا هم اصلا اكو تجار عراقيين متورطين بدخول هذه البضائع. هناك تجار وهناك دعم سياسي. الإمارات الآن أكيد لديها هنالك شركاء يعني أحزاب سياسيين. وجهات سياسية متنفذة تمام، هي اللي تسيطر على دخول هذه البضائع، بالتالي الإماراتيين إنه لديهم هاي تأثير. البضائع يعني ما تدخل سيطرة نوعية، ما يشوفون منشأها الأصلي منين جاي. الإمارات تخول لها دور سلبي أصلا في بجانب البضائع، وعن طريق شركاء سياسيين يتعاونون معها، بعض الأحزاب السياسية لديها تواصل مع الإمارات، وهذه الإمارات لها دور سلبي. بالنتيجة الإمارات تحولت إلى قاعدة إسرائيلية في المنطقة، وتعمل على أنه تمرير المخطط الصهيوني بما يتعلق في العراق، في إيران، في جميع دول المنطقة المعادية للكيان الصهيوني. نعم وعلى ضوء هذا يفترض بالحكومة العراقية أن تعامل الإماراتيين بالمثل، وأن تخضع جميع التجارة مع الإمارات، تخضعها أو أن تمنعها بالفترة يعني الحالية. أستاذ محمد اليوم ما يقارب نحو مليون دولار يعني بضاعة من الأجهزة الإلكترونية القادمة من الإمارات تحمل ماركات عالمية مشهورة، وهي بالتالي يعني مو أصلها يعني ماركات عالمية، هي كلها مغشوشة، يعني مثل ما نعرف العراقيين اليوم هواي يفضلوها اللي هي معروفة يعني بالبالة. للأسف الشديد اليوم اكو 6 وزارات دا تتعامل ويا هاي الأجهزة، بس هم ما يدرون يجوز هاي الأجهزة تحتوي يعني كلها يجوز معرضة لل يعني للاختراق، يجوز ممكن تخترق الحسابات، ممكن أصلا يصير تجسس على هاي الوزارات. نعم خو، البضائع اللي الإمارات هي صارت مركز، لأنه نعم جميع البضائع الأجنبية والمستوردة تذهب إلى الإمارات، ثم تأتينا بشركات تحت عنوان ماركات.
ويتم استيراد العراق مجددا. طبعا هذه هم ستكون فيها جنبة إيجابية مالية للإمارات، ويفترض أن يكون تعامل الحكومة معها حدي للحد من انتشار هذه الظاهرة. ثانيا، أن يكون هناك موقف رسمي من العراق باتجاه الإمارات لما عملته أو تصرفاتها وقيامها باعتقال أيضا هم مجموعة من العراقيين المقيمين في الإمارات، وأيضا بمنح دخول العراقيين، وبنفس الوقت نعم مخططها ودعمها لمجاميع إرهابية في إفشال مشروع الفاو الكبير عن طريق مافيات للفساد في العراق. طبعا احنا كلنا نعرف اصلا انتحار مدير الشركة الكورية، وهو كان وراء دوافع اساسية، ولحد الان نتائج التحقيق لم تظهر، وهذه مشكلة اخرى يفترض ان يكون هناك جدية. ولكن للاسف يبدو ان الحكومة العراقية متجهة الى ملفات اخرى بعيدة عن ما تفعله الامارات في العراق. نعم يعني استاذ، اليوم اكو احزاب وجهات سياسيه متنفذه مسؤوله على دخول هاي المواد، بالتالي انه اغلبها اليوم ما تتعرض للسيطره النوعيه، يعني ماكو مراقبه عليها. هذا سبب الفساد اللي موجود في العراق، ومافيات المرتبطة ببعض الأحزاب السياسية التي هي ذات علاقة وطيدة مع الجانب الإماراتي. وأصلا الإماراتيين يعني تواصلهم مع بعض السياسيين العراقيين هو من أجل استمرار نفوذهم في العراق لا أكثر. نعم، استاذ باسم، نرجع ويا استاذ باسم المطيري. مرحبا بك استاذ باسم. نعم استاذ باسم، تسمعني؟ أسمعك واضح. نعم تفضل. استاذ باسم، نريد نعرف اليوم المشاكل والمعوقات اللي ترافق عملكم بالموانئ. والله ست حقيقة كثير من المشاكل، وأكو معلومة أريد أضيف، أنه منذ سقوط النظام السابق 2003 لم يسمحوا لدولة الإمارات العربية المتحدة لكل البحر العراقيين بالنزول من على ظهر بواخرهم التبضع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وطالبنا حقيقة مرارا وتكرارا وزارة الخارجية ووزارة النقل بتدخل بحل هذه المعضلة. البحار هو راحته في النزول إلى أي دولة يزورها، فأصرت الإمارات العربية المتحدة على عدم نزول أي بحار عراقي على أراضها. نعم يعني استاذ باسم، اليوم اكو حماية للموانئ العراقية؟ لو اكو سيطرة احزاب وجهات متنفذة على هاي الموانئ، اليوم دا نشوف بضائع دا تغزو العراق، بالتالي اكو جهات سياسية متنفذة بدخول هاي كلنا البضائع. نعرف، كل نعم كلنا نعرف، نعم استاذ باسم نعم تسمعني؟ ست كلنا نعرف أنه كل المفاصل الدولة لها سطوة كبيرة من الأحزاب السياسية الحاكمة. نعم أستاذ باسم، نعم نرجع ويا ضيفنا أستاذ محمد، بين ما زميلنا المخرج يأمن لنا الاتصال انقطع الاتصال. نعم نرجع وياك أستاذ محمد. نعم أستاذ محمد، اليوم وين دور وزارة النقل؟ يعني اليوم الموانئ أغلبها ما يعني ما بيها حماية، تقتصر للحماية، بالتالي اليوم نشوف كل الدول ممكن تدخل لهاي الموانئ بدون أي رقابة من وزارة النقل يعني بقية الجهات المسؤولة على الموانئ العراقية. أولا، مافيات الفساد اللي موجودة في مفاصل الدولة هي مسيطرة على الموانئ العراقية نعم بالدرجة الأساس، وأيضا هناك من هم في وزارة النقل خاضعين لا يستطيعون فعل شيء أمام الغزو الإماراتي في العراق، الغزو الاقتصادي. فبالتالي الإمارات هي يعني اكو اليوم صفقات فساد في وزارة النقل مسؤولة عن دخول هذه البضائع؟ أنا لا أقول يعني لا أؤكد أن هناك صفقات، ولكن هناك مافيات فساد تسيطر على بعض مفاصل الوزارة، قد تكون في مركز الوزارة أسا أو قد تكون لكن بالدرجة في الموانئ. الموانئ خو الاستاذ وائل عبد اللطيف خو كان واضح وصريح بهذا الشكل، وذكر هم بعض التفاصيل المهمه ما يتعلق بسيطره مافيات فساد وشركات وهميه خاضعه هم لدول اجنبيه في السيطره على الموانئ العراقيه. لكن ما يهمنا الاساس الان، يفترض انه بالعراقيين الان ان يقاطعون الامارات بشكل صريح بعد مواقفها السلبيه للعراق، هو الاتجاه الى المباشر الى المراكز الصناعه الرئيسيه في العالم، الى الصين، الى دول اوروبا، نعم والتواصل معهم مباشرة والاستيراد منهم بشكل مباشر بدون التعويل على الأنظمة الخليجية. الأنظمة الخليجية لديها عداء قديم مع العراق، يعني ليس جديد، وخصوصا بعد بالفترة الحالية وما جرى من أحداث في المنطقة في الشكل بالفترة الأخيرة، نعم
كلها انعكست سلبا من الأنظمة الخليجية على العراق، فإحنا لا ننسى من يعني دورها. استاذ محمد، اكيد احنا نذكر يعني الاعتداء على الصيادين العراقيين من يوصلون لخور عبد الله اللي هو معروف يعني تابع للعراق، بس بالتالي احنا ما ندري يعني الحكومة للاسف الشديد بايعة هذا الخور، بايعته للكويت، يعني يقولون اليابسة لكم والمياه إنه. اصلا في موضوع حساب خور عبد الله، يعني يفترض ان يكون بشكل، هاي المعلومه كنت تكون هم تتوضح، في كل دول العالم يتم حساب المناطق البحريه المتنازع عليها مدى العمق، والعمق اللي يكون في حركه الملاحه البحريه وحركه السفن هو من اساسه يعتبر المنتصف ويتم الاعتماد عليه. اما في حساب خور عبد الله فان اللجنه الدوليه التي عملت على حسابه نعم حسبت من اليابسه الى اليابسه، وبالنتيجه اصبح أن النصف في الجانب الكويتي هو النصف العميق والذي يكون فيه مرور السفن، نعم وهذه مخالفة حتى قرار 833 لم يذكرها. لكن بالنتيجة هذا شمنح، منح الكويت أن تشكل ميناء مبارك الذي هو ليس، هي أصلا ليس محتاجة بحاجة إليه إطلاقا. فموانئ الكويتية هي مع طاقتها التشغيلية بوجود الأمريكان ما يقارب 67%، وبدون الأمريكي هو طاقتهم الفعلية 36%. نعم بالنتيجة هذا ميناء مبارك هو اللي خانق العراق أصلا، غير جدوى اقتصادية منه مع وجود الموانئ والمنفذ البحري اللي عندهم في الكويت، هم في غير بحاجة عنه، نعم ما يجعل أنه حركة الملاحة البحرية في العراق ستكون مخنوقة. رئة العراق الاقتصادية ستختنق بعد أنه سيطرت وعمل الجزيرة الكويتية في الخور، والتي يعتبرونها جزيرة في العراق اعتبرها منصة ومخالفة للاتفاق العراقية أستاذ الكويتية. محمد، اليوم الحكومة ليش ساكتة على الاعتداءات على الصيادين؟ ليش ماكو رد عليهم؟ ليش ماكو حقوق يعني أو إجراءات رادعة اليوم ممكن تتخذها الحكومة العراقية ضد الكويت؟ ليش اليوم الصياد الكويتي والإيراني والسعودي وأغلب الخليجيين اليوم يدخلون للعراق ويصيدون بكيفهم، يتجاوزون حدودنا وأراضينا، ماكو أي حسابات عليهم، بس الصياد العراقي هو ضمن أراضي دي يتم الاعتداء عليه. اليوم وين دور الحكومة العاد؟ الحكومة العراقية أخوة لديها ملفات يظهر أنه منشغلة بها بعيدة عن الوضع البحري أو ما يجري على الصياد العراقي. هناك لدينا مشاكل، مسألة التظاهرات في العراق مرتبطة بالحكومة على ملفها، مشكلة التواجد الأمريكي هم تعالج. بالنتيجة لدينا للحكومة أيضا بعض المشكلات فيما يتعلق أيضا بالاتفاقية مع الخور عبد الله. أستاذ محمد، مو هاي هم مشكلة، هاي اعتداء على سيادة العراق. خو هي الحكومة شنو اللي قدمته خلال الفترة السابقة؟ حلت أي مشكلة من المشاكل الأساسية للمواطن حتى تحل مشكلة الصيادين؟ ما هي المشاكل الأساسية اللي حلتها الحكومة للمواطن لحد الآن حتى تحل مشكلة الصيادين؟ هذه مشكلة كبيرة يواجهها الصياد العراقي، لكن للأسف بدون استجابة ومناشدات الكثير من الصيادين واجهوا مشاكل في خور عبد الله خصوصا مع الجانب الكويتي، وللأسف نعم تعامل الجانب الكويتي سلبي جدا. نعم استاذ محمد، خليك ويانا يعني نرجع ويا ضيفنا الاستاذ باسم. استاذ باسم، نريد نعرف اليوم وزاره النقل وين دورها، دائره الموانئ اليوم وين دورها، اذا احنا موانئنا العراقيه واغلبها يعني بيد فلان دوله وعلان دوله. حقيقة أول مرة أعتذر، لأن كثير من الأسئلة ما سمعتها وكثير من الأجوبة ما سمعوها لضعف الإنترنت في محافظة البصرة، أكيد وهذا يعني أستاذ باسم هاي واحد المشكلة مو من جديدة. أي والله العظيم من الفساد لكل كل دول العالم، أعتقد بس العراق وأثيوبيا بقى على ال 3G، كل الدول العالم 5G. عموما أرجع لسؤالك، حقيقة أنه طالبنا كثير، حقيقة طالبنا كثير من وزارة النقل وحتى رئاسة الوزراء برفع سطوة الأحزاب عن الموانئ العراقية، لأنه في مصطلحنا الشعبي الدارج نقول هي وخبزة العراقيين كل. فمن خلال منبركم الكريم كذلك نطالب من سيادة رئيس الوزراء يعني الكاظمي أستاذ باسم، من ووزير، خاطبتوا وزارة النقل شنو كان ردهم عليكم؟ والله يملونا خير. احنا نقول لهم يا اخي انه ماكو موانئ تؤجر او تعطى استثمار، كل دول العالم، انا زاير حقيقه اكثر من 30 دوله، ما شفنا رصيف او ميناء كامل مؤجر الى جهه معينه. نعم. هذا من ضمن الصفقات الفساد الكبيره التي ابرمت منذ سقوط النظام السابق ولحد هذه اللحظه. نعم. ولحد الان ماضين حقيقه، ماضين بالتاجير وبالتشغيل المشترك
وهذا حقيقة قصة ولوعة كبيرة جاي نعاني منها في الموانئ العراقية التي هي تدور أرواح للشعب العراقي كلها. نعم، يعني أستاذ باسم، اليوم أكو جهات أو أحزاب متنفذة بالدولة مسيطرة على عمل الموانئ ودخول البضائع الفاسدة والمواد المسرطنة. نعم، للأسف نقولها بمرارة أنه هناك كثير من الأحزاب السياسية المتسلطة والمتنفذة مسيطرة على كثير من المفاصل في الموانئ العراقية. نعم، يعني أكو تدخل أيضا من الجهات الأمنية تتدخل بعملكم بدخول يعني البضائع، ما تدخلها سيطرة نوعية؟ نعم، لأنه تعرفين أنه أكو مجاملات وأكو سطوة أحزاب، فما راح يعني ما توصل بضاعة بالصورة اللي احنا نأملها أو نتوقعها أو نريدها. البضاعة حقيقة، ويدري ضيفك الكريم وحضرتك، أنه أغلبها أكسباير، يعيدون صياغتها في الإمارات وإعادة كتابة التاريخ الأكسباير مالتها وإعادة تدويرها وتدخلها إلى العراق. اليوم من المسؤول عن العراق دخول أصبح هاي البضائع للأسف الاكسباير والمغشوشة؟ مكب للنفايات والأطعمة الفاسدة والأدوية انتهيت الصلاحية، ولا يوجد هناك لا رقيب ولا حسيب من الحكومة العراقية ومن الموانئ العراقية بالذات. استاذ باسم، اليوم من يعني المسؤول عن دخول هذه البضائع من دولة الامارات؟ اليوم ليش ماكو رد بالمثل لدولة الامارات؟ ليش ما نقاطع يعني بضائعهم المغشوشة والتالفة اللي يجيبوها للعراق؟ نشوف حضرتك جريت حصر على هذا الموضوع. والله حسرة كبيرة، لأنه قلت لك أنا وخلال منبركم هسه أنه نعيد أنا صدرنا بيان أنه إعطاء التجار ووزارة النقل فترة 45 يوم لتغيير وجهتهم من الإمارات العربية المتحدة لأي دولة يرتؤوها، وأنا فضلت حقيقة دولة قطر الشقيقة ميناء حمد، قدم لها كثير من التسهيلات، وراح تخضع البضاعة كل البضاعات إلى سيطرة نوعية صادقة وصحيحة. نعم، وبعدها حقيقة إذا ما تنفذ هذا القرار راح نتدخل عن طريق تظاهرات في الموانئ واعتصامات، وحتى إن شاء الله لنا وقفات كبيرة في كل الموانئ العراقية في محافظة البصرة. يعني برأيك إذا اعتصمتوا أكو حلول؟ راح يستجيبون مطالبكم لو يسمعون منا أو يطلعون منا؟ والله نأمل خير، هذا اللي بيدنا حقيقة، نأمل خير منهم. أو كذلك من خلال منبركم أطلب من وزارة الخارجية التعامل بالمثل مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بعدم منح سمة دخول لأي مواطن إماراتي أسوة بالمواطنين العراقيين. نعم، يعني استاذ باسم، اليوم التعامل ويا دوله الامارات ودخول البضائع يعني المواد والاجهزه الكهربائيه اللي يقولون هي من مناشئ يعني عالميه، بالتالي هي من مناشئ رديئه واكسباير ويبيعوها بالاسواق العراقيه. اكو 6 وزارات متعامله يعني ويا هاي الشركات الاماراتيه، بالتالي 6 وزارات بيها من هاي الاجهزه الكهربائيه، زين هاي ممكن تكون مخترقه؟ ممكن تسرق المعلومات اليوم من الوزارات وتعرضها لبقيه الدول؟ كل شيء جائز. العراق للأسف كله مخترق، العراق حقيقة للأسف نقول خالي من السيادة، حسب كبيرة في قلوبنا. نطلب من 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 الحكومة ترتيب أوراقها من جديد. أنا مسافر قبل سقوط النظام، بعد سقوط النظام حقيقة اختلفت الامور، كثير من الامور ما اعرف ليش. احنا لنا فضل كبير على دوله الامارات العربيه المتحده. بدايه حديثي قلت لك احنا نشطنا اقتصادهم، احنا نشطنا موانئهم، احنا نشطنا تجارتهم حقيقه. للاسف يعني من تكون احنا العراق 80% من البضائع تدخل عن طريق الامارات، كلها راح يصير بها عوائد واجور وحركه قويه للامارات وفيها فائده كبيره لهم. نعم. الامارات تعاملنا بعكس ما نحن نتعامل معهم، تعاملنا بجفاء وقرارات مجحفه وجائره للبحرين ولكل المواطنين العراقيين. نعم، استاذ باسم، اليوم ليش ماكو رد من الحكومه العراقيه على دوله الامارات؟ ليش ماكو معامله بالمثل؟ مثل ما قاطعونا احنا نقاطعهم، يعني مو ضروري تجينا بضائع من دولة الإمارات وهي بالتالي كلها اكسباير ومغشوشة. وين دور الحكومة العراقية اليوم؟ يعني اليوم الحكومة ليش ساكتة على هذا الموضوع؟ إذا اكو يعني هواية مسؤولين هم يعني اللي يدخلون هاي البضائع للعراق، بالتالي يبقى المواطن على نياته يجي ويشتري من هاي البضائع بس ما يدري بها هي تالفة واكسباير يغشوه بالسعر. نعم، أرجع ويا ضيفي أستاذ محمد. نعم.
استاذ محمد، اريد نعرف اليوم فيما يخص يعني الاعتداءات على الصيادين، وين دور الحكومه العراقيه؟ ليش ساكته؟ ليش ماكو رد على هاي الاعتداءات؟ وين بالتالي دورهم؟ خب، ذكرت لك سابقا الحكومه ما هي المشاكل التي حلتها حتى تحل مشكله الصيادين، هاي نعم. اولا. الجانب الاخر، الجانب الكويتي كان هو عباره عن مجمع لقاء، مكان لقاء القادة السياسيين والفرقاء في العراق لترتيب أوراق العملية السياسية. نعم. وعلى ضوء هذا المنوال والاجتماعات المتتالية اللي تذكروها، ما ممكن الحكومة أن تكون يعني لا تتجر ما تتجرأ وتواجه الجانب الكويتي بهذه الاعتداءات نعم. أو تصف. لديها مشاكل هي تحتاج إلى الجانب الكويتي، باعتبار الجانب الكويتي للأسف أصبح مكان اصطفاف القوى السياسية ومراكز اجتماعاتهم ولقاءاتهم. حتى مؤتمر المانحين اللي عقدته الكويت، هذا المؤتمر اللي يفترض أن كان يقدم المنح للعراق وتعمير المناطق المحررة، للأسف خرج بأنه مؤتمر من مانحين إلى مؤتمر قروض. زين، وبنفس الوقت قايضوا العراق على القبول على القبول بالاتفاقية وبناء ميناء مبارك مقابل المؤتمر. للأسف الحكومة في الوقت الحالي مع حكومة جاءت من مؤقتة لا يمكن أن تواجه الجانب الكويتي أو مع هذه الكم من المشاكل الهائلة. ولدينا خصوصا في الوقت الحالي هناك يعني رأي أنه الحكومة متجهة إلى الجانب الخليجي، فما ممكن راح تواجه او مشاكل او يكون هناك خلافات مع الجانب الخليجي، ان نعم. تبتعد عن هذا الجانب. فلهذا تجد ان الامارات تفعل ما تفعل في العراق، السعوديين يفعلون ما يفعلون بالعراق، الكويتيون كذلك. وانا اتعجب حتى من طرح الاستاذ قبل قليل بشان انه التحويل على الموانئ القطريه، لماذا احنا نلجأ الى قطر؟ لماذا نلجأ الى الانظمه الخليجيه؟ يعني الدور السلبي للانظمه الخليجيه في العراق، لماذا نعول عليها كثيرا في نقل البضائع؟ نعم. أرجع ويا ضيفي أستاذ باسم. أستاذ باسم، يعني مشكلة الإنترنت بالعراق وبالبصرة تحديدا يعني مشكلة الظاهر ما لها أي حل وما لها أي علاج، كله بوق وفساد، بالتالي يعني اتصال ما نقدر نأمنه. والله قلت لك بس العراق يمكن اثيوبيا 3G، باقي على كل دول العالم 5G. عموما نعم، احترم نرجع طرح لموضوعنا. ضيفك الكريم. نعم. انا اقول الحل الوقتي المباشر الان بعد 45 يوم، احنا ما ممكن، انا اول المطالبين واول انه باكمال ميناء الفاوي الكبير، هذا الصرح الكبير الذي سوف يعطي للبصره والعراق دفعه كبيره نحو الامام حقيقه. نعم. انا اعرف خبايا وما ما عدم اكمال ميناء الفاو الكبير، هناك تدخلات دوليه واقليميه وخليجيه كبيره بعدم اكمال هذا الصرح الكبير. ميناء تدخلات من اي دول يعني استاذ باسم تقدر البحرين. تذكر لنا اياها هاي الدول؟ والله كل دول الخليج وكل دول العالم وكل دول المعاديه للعراق، ما تريد الخير للعراق، يعني كل الدول ما يحتاج اعددها، معروفه انه انا اقولها خلال هاي الفتره 45 يوم، احنا خلينا نعوف الامارات وخلينا نشوف ان دوله تقدم لنا تسهيلات الى ان نكمل هذا الحلم، حلم العراق والبصره، هو اكمال بناء ميناء الفاو الكبير الذي هو حلم البحرين والبصريين والعراق اجمع. يعني برايك ميناء الفاو اذا كمل اليوم ممكن يضيف للموازنه العراقيه، ممكن يضيف للاقتصاد العراقي؟ اليوم البصرة 50% يعني من موازنتها هي من الموانئ، عايشة على خيرات الموانئ، بالتالي اليوم الموانئ يعني أغلبها ما يتم يعني استغلالها بصورة صحيحة. اليوم ملفات فساد هواية بيها، اليوم أكو بوق. والله إذا إن شاء الله كمل ميناء الفاو الكبير، راح يصير بعد النفط إن شاء الله إيرادات العراق. أولا راح يشغل كثير من البصريين والعراقيين، يعني أكثر من 5000 عامل وموظف حقيقة. إضافة إلى هاي إيراداتها راح تصير ضخمة جدا، يعني إحنا وبعدها إن شاء الله بعد ما نكمل ميناء الفاو الكبير راح يصير عندنا ربط سككي مع كل دول العالم، بس ربط السككي يكون بعد إكمال ميناء الفاو الكبير، ومن عندها حتى نلغي كل الدول التي الآن عادتنا، إحنا كنا فائدة إلها وهي تعادينا بقراراتها الظالمة المجحفة.
إذا كمل ميناء الفاول الكبير حقيقة هي راح تكون ضربة لكل دول الخليج التي احنا من 2003 ندخل لها واردات ضخمة جدا، وهي تعاملنا بقرارات جائرة مجحفة ظالمة بحق الشعب العراقي الفقير المسالم، الذي تعرفون الشعب العراقي شلون، يعني نعم حقيقة أنه طيب ويبادر كل دول العالم بسلام وخير ومحبة. نعم استاذ باسم، يعني اليوم اكو اعتداءات على الصيادين في خور عبد الله، نريد نعرف اليوم خور عبد الله مياهها عراقيه مو عراقيه؟ اشو الكويت تقول ان المياه، وهو معروف اصلا مياه خور عبد الله هي ترجع للعراق، يعني الحكومه اليوم باع المياه للكويت، بالتالي المواطن ما يدري من صارت هاي الملفات الاخيره وانفتحت الاوراق، عرفنا يعني انه خور عبد الله مبيوع بايعين للكويت. والله اتفاقية خور عبد الله سيئة الصيت، أنا دائما أسميها سيئة الصيت، لأنها خنقت العراق، هي رئة العراق المتنفس العراق الوحيد، بيع يعني نقول حال حال أي شيء بيع بالعراق. للأسف كل دول العالم تقاتل على ميل بحري واحد، واحنا اعطينا خور عبد الله اللي هو متنفس العراق الوحيد انه بعناه بثمن بخس في نعم هدايا بسيطة اللي راحوا الأخوة اللي تفاوضوا من الحكومة العراقية في دولة الكويت. هذا ألم كبير وحسرة كبيرة حقيقة للعراق. نعم أستاذ باسم، يعني اليوم أريد نعرف سيادة العراق وين؟ والله ما أعرف حقيقة، احنا هذا السؤال نوجهه من عندش نوجهه للمسؤولين العراقيين اللي حكموا العراق منذ عام 2003 ولحد الآن. أين سياسة، أين سيادة العراق، أين كرامة العراق، أين حقوق العراق؟ هم يجاوبون على هذه الأسئلة. طيب يعني استاذ باسم، اليوم الشرطه البحريه وين دورها؟ تمنع السفن القادمه من الامارات، من ايران، من الكويت وبقيه الدول؟ والله ما له حق حقيقة، لأنه تعرفين هذا قرار سيادي ويجب تدخل الحكومة المركزية المتمثلة بالسيد رئيس الوزراء، وعيدت هيبة العراق، عيدت هيبة العراق في المحافل الخليجية والدولية والعالمية. العمل ستيب باي ستيب لإعادة هيبة العراق وسيادة العراق، هذا مطلبنا الأول والأخير. نعم، يعني تتأمل ترجع سيادة العراق نقول بيوم من الأيام؟ والله نأمل خير، نأمل خير والله كريم. والله أستاذ باسم، يعني على هاي الحكومات أنا ما أتوقع. ولا انا اتوقع، بس احنا شو نسوي، يعني لا حول ولا قوة بيدنا ست، أكيد لا يعني حول ولا قوة، نحن ناس ضعفاء بسطاء نعمل بالممكن. تعرفين هم احنا نقول بمصطلحنا انه هم حيتان، حيتان فساد كبير. نعم، يعني استاذ باسم اليوم ليش ماكو رد من الحكومة على الصيادين الكويتيين؟ اليوم ليش ما امنعهم يدخلون الاراضي العراقية مثل ما منعونا وحرمونا من خور عبد الله اللي هو اصلا عراقي؟ للأسف ضعف الحكومة العراقية ومجاملة السياسيين العراقيين لدول الخليج أضعف مكانتنا في المنطقة. يعني ليش يعني يخافون منهم مثلا؟ ليش يعني ماكو رد؟ لا ست، مجاملات وهدايا وكومشات من هذا القبيل. زين، يعني يوم اذا يصير رد يكون هواية افضل، لان اكيد راح ترجع سيادة العراق وهيبته قدام الدول، يعني مع الاسف اليوم العراق يتعرض لهيك اشياء. والله نأمل احنا بالانتخابات القادمة، يعني نطلب من خلال منبركم ان الشعب العراقي بتغيير هذه الوجوه الكالحة التي حكمت العراق منذ عام 2003 ولحد الآن. نأمل بانتخاب حكومة قوية نزيهة شريفة قادرة على انتشال العراق من 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 هذا المستنقع البائس إلى عراق قوي ذو سيادة قادر على بناء نفسه بنفسه. نعم، يعني استاذ باسم اليوم التاجر العراقي ده يدفع الفلوس ويجيب بضاعة توصل للموانئ وهو الممنون، بالتالي يتفاجئ يعني بتكدس البضائع وعبورها اكثر من 30 يوم، يعني بالتالي يضطر انه يدفع يعني ايجار لهاي الارضية. نعم، هذا حقيقة نقطة من نقاط الفساد الكبيرة التي تسيطر على مفاصل موانئ الشركة عمل الموانئ العراقية، وما اعرف يعني متى تحل هذه الاشكاليات. هي كلها تصب حقيقه على المواطن الفقير، التاجر قد ما تحمل بضاعته اجور راح يعكسها على المواطن، وراح تصعد المواد، كل المواد أكيد راح تغلى الكهربائيه الأسواق، والغذائيه يعني تغلى والمنزليه الأسعار تنعكس، بالأسواق. نعم، انعكاسها على المواطن البسيط الفقير. نعم، وبالتالي هو المواطن اللي يتضرر من هذا الموضوع، بس نعم، التاجر يعني التاجر هم ما يخسر، حقه.
لا ست ما يخسر، خل تبقى بضاعته 3 اشهر بالموانئ، راح يضيف عليها زين عوائد ما واجور تتلف؟ ورسوم وراح يبيعها للمواطن. مو اكو بضاعة دا تتلف اليوم، ينتهي الاكسباير مالتها من تتأخر 3 اشهر واربعة. يغيرون تاريخ النفاذية مالتها الاكسباير، يغيروا التاريخ مالها. طيب يعني استاذ باسم اليوم، نعم هاي المجاملات والكومشنات والفساد اللي الموجود، هو ما التاجر ما عنده شيء يتلف او يخسر او ها، يعيدون صياغته ويبيعون للمواطن العراقي البسيط الذي لا حول له ولا قوة. نعم يعني استاذ باسم، تاخير البضاعه هل هو طرد للشحنات والسفن حتى تستفاد بقيه الموانئ، ويعني يدخلون اللي يعجبهم خلال هاي الموانئ الاخرى مثل نعم منفذ نعم طرابيل، مثل يعني شغلات تجينا من الكويت من الشمال ممكن؟ نعم نعم الشمال، نعم اكثر الفائده الان التجار حولوا وجهتهم الى اقليم كردستان للاسف، بعد ما عانوا الامرين من الموانئ البصره. نعم يعني هاي هو طرد نقول للشحنات. اي نعم طرد، نعم طرد، زين شنو السبب انه يعني قام دا يقدر يطردوها؟ مو هي بالتالي تضاف للموازنة. الحقيقه محافظه البصره محافظه فقيره، يعني ما لا ان حول ولا قوه، انه احنا عندنا 7 موانئ، نعم نروح نجيب بضاعتنا من كردستان ونجيبها، ليش؟ ليش ما نقدم لهم تسهيلات هنا بموانئ انه وبصوره صحيحه ودقيقه بكميه البضاعه وباعداد الحاويات ونستفاد بها، وعوائد واجور هي راح تكون للدوله. نعم ليش احنا نخلي معرقلات ونخلي التاجر ينفر من الموانئ البصريه العراقيه ويروح الى اقليم كردستان او عن طريق الكويت يدخلها؟ نعم يعني حرب اقتصادية اليوم تعانيها محافظة البصرة. نعم، من ضمن الحروب الكثيرة هي الحرب الاقتصادية على الموانئ. زين برأيك اليوم شنو الحلول؟ والله ست ما اعتقد، يعني انا بالنسبة يعني اي حلول ما لها، هاي القضايا قضايا شائكة ومتشعبة ومعقدة حقيقة. يعني انا متحدث دايخ بهاي القضية من زمان، نعم يعني ما لها اي حل. طالبنا ووقفنا وقابلنا بعض المسؤولين واعضاء مجلس النواب في البصره السابقين والحاليين، ولكن لا توجد اذان صاغيه لنا. نعم استاذ باسم، اليوم وين دور لجان الوزارات اليوم؟ ليش ما يشعرون بالمسؤوليه تجاه البضائع المكدسه التابعه لوزاره التجاره وزاره الصناعه؟ ست والله حقيقة طالبنا من السيد وزير النقل السابق نعم والحالي انه تشكيل لجان وزيارة الموانئ يعني هي اصلا ماكو لجان ما مشكلين؟ لا لا، يعني تجي اللجنة يوم يومين ثلاثة وراحوا، احنا نريد لجان ثابتة موجودة ارتباطها بالسيد الوزير، وزير كان وزير النقل او وزير التجارة وحتى وزير الداخلية للامور الامنية والجمارك كذلك، نعم حتى ينتشلون ما تبقى من الفساد الموجود في الموانئ العراقية. نعم خليك ويانا استاذ باسم. نرجع لضيفنا بالاستوديو استاذ محمد، يعني سمعت كلام استاذ باسم، الموانئ العراقية تعاني من مشاكل جمة يعني للاسف الشديد، نريد نعرف ردك على كلام استاذ باسم. ست العزيزة، ما يجري في العراق من مشاكل اقتصادية مرتبط بجانب بمشاكل سياسية. ما أصل المشكلة في العراق هو أنه إحراق الجنوب وإغلاق الموانئ العراقية والتحويل إلى الشمال لغرض التطبيع مع الكيان الصهيوني. نعم نعم، بعض السياسيين السنة وبعض السياسيين الأكراد قد أعلنوا تطبيعهم مع الكيان الصهيوني وانجرافا مع الدول الخليجية، لهذا بقى السياسيين الشيعة أو الوسط الشيعي، ولهذا يراد إحراق الشيعة عبر عدة عوامل. أولا مسألة التجويع، مسألة القتل، الفوضى في الجنوب وسط وجنوب العراق، مشكلة المشاكل في الموانئ وتحويل التجارة إلى إقليم كردستان، هو هذا جزء من هذا المشروع، لأن يكون العراق الوسط وجنوب الشيعي في العراق ويكون ضعيف، ليس لديه موارد اقتصادية، نعم فضلا عن المشكلة مع الكويت. وأهم أود أن أؤكد أنه الأستاذ باسم ذكر في الكلام بشكل عام ما يتعلق بأنه من أفشل ميناء الكويت، من أفشل ميناء الفاو عفوا، من أفشل ميناء الفاو العراقي هي الإمارات، كانت صاحبة السطوة الكبرى بإفشال هذا الميناء، والدور الأمريكي الآخر اللي هو الأساس الراعي لهذا العمل. هذا بالنسبة للنقطة الأولى. النقطة الثانية، الحلول بيد العراقيين ليس بالخارج، نعم بإمكان العراقيين أن يحلون مشاكلهم بنفسهم. لدينا انتخابات مبكرة بعد 7 أشهر،
أن ينتخب من هو أعلم وأصلح بمشاكل البلد. يعني لدينا أن نحن نريد الآن حلول من حكومة مؤقتة، نعم لها ما لها وعليها ما عليها. الحكومة هي عاجزة في حل المشاكل الرئيسية أيضا. بنفس الوقت مشكلة السياسيين العراقيين هم ذاهبين بالأنظمة باتجاه الأنظمة الخليجية، والأنظمة الخليجية هي لا تعترف بهم ولا بعروبيتهم نعم أصلا، هي ناكرة لهذا الوضع. هي ما مقدار أن نفوذها في العراق هو الذي تحتاجه، أما ما تحتاج إنسان. ولكن للأسف السياسيين العراقيين هم ميالون إلى الأنظمة الخليجية. لديك حلفاء أقوياء في الشرق الأوسط، و بالإمكان أن تفعيل المبادرة أو الاتفاقية الصينية، اتفاقية مع روسيا لها نتائج إيجابية سواء في الجانب الاقتصادي وفي الجوانب الأمنية أيضا مفيدة للشعب العراقي. لكن للأسف يبدو أن السياسيين يبتعدون كثيرا عن هذا التوجه. نعم أستاذ محمد، اليوم من المسؤول على الحرب الاقتصادية في محافظة البصرة الحبيبة؟ أولا السياسيين مرتبطين بأجندات أنظمة خليجية على رأس الأنظمة الإماراتية يعني الإمارات صاحبة الدور السلبي الأكبر في البصرة. زين، بحكومتنا العراقية من المسؤول؟ هم هناك سياسيين كثير من لديهم علاقات وطيدة مع الجانب الإماراتي، نعم وهذا يكفي من مواقفهم مع الجانب الإماراتي. نعم زين أستاذ محمد، اليوم وين دور وزارة النقل؟ نشوف يعني أي دور ما إلها، وزارة النقل هي خاضعة لسياسة الدولة بالنتيجة، وأيضا هي تعاني من وأيضا مشاكل. سياسة حزبية، اليوم الأحزاب مسيطرة على وزارة النقل وهي الحكومة في بالتعيينات كل دول العالم. لا بالفساد. أنا هنا أود في النقطة أنه في كل دول العالم، يعني حتى أمريكا، الاتحاد الأوروبي، الدول الأوروبية بالكامل، أنه هناك الأحزاب السياسية عندما تحقق نتائج عالية في الانتخابات تذهب إلى تشكيل حكومة. نعم لكن للأسف أنه الجانب السلمي بدأ يحول أنه بعض المسؤولين، أنا لا أقصد في وزارة النقل أو غيرها، بعض المسؤولين في الوزارات عندما تمنح أن وزارة تكون من حصة الحزب الفلاني، هذا الحزب راح يعمل كأنه ملك خاص له، وهذا للأسف صارت في بعض الوزارات دون جدية أو تعامل من يعني دون رقابة حتى من المفترض البرلمان كان هذا. ولكن الآن مشكلات أنه عملية التشكيك الذي حدث في نتائج الانتخابات السابقة، ما جرى من أحداث، طبعا كلها لديها منشأ واحد اللي هو الأمريكان في صناعة الفوضى وتوسيع هو بين الطبقة السياسية والشعب العراقي، وأنتج هذه المشاكل من ضمنها وخصوصا من تشرين لحد الآن. خو جوانب الاقتصادية وروح الاقتصاد العراقي قد تعطلت في بغداد. نعم يعني للأسف اليوم أكو هواية دول يعني تتدخل بالعراق، وبالتالي ممكن هاي التدخلات تنعكس سلبا. نعم أرجع لضيفي أستاذ باسم. أستاذ باسم، اليوم دور وزارة النقل وين؟ ليش وزارة النقل يعني مكتوفة الأيدي، ما تحاسب هواية شغلات وملفات فساد، اليوم ليش الأحزاب مسيطرة على وزارة النقل؟ ذكر الأخ زميلي في البرنامج نعم أنه وزارة النقل أنه كأي وزارة أخرى هي تابعة لأحد الأحزاب السياسية، ويعتبرون أنه هو لهم ملك خاص. وللأسف الشديد هكذا تكون تقسيم الكيكة بين مكونات الأحزاب العراقية الحاكمة. يعني أستاذ باسم، اليوم سيطرة الأحزاب على ملفات وزارة النقل. نعم، مو فقط وزارة، كل وزارات العراق تعرفون أنه مقسمة وكل جهة لها الوزارة للأسف الشديد، فيعملون جاهدا أنه تعتبر ملكهم الشخصي وليس ملك العراق كله. نعم بس يعني أستاذ باسم، وزارة النقل من أهم الوزارات بالعراق، لأن هي نعم المسؤولة عن نعم نعم دخول من أكبر البضائع والمناشئ. الوزارات كذلك، نعم متشعبة وفيها كثير من المفاصل، فيها الموانئ والمطارات وجراجات النقل، يعني كثير كثير، وزارة كبيرة ومتشعبة. لكن نعمل خير حقيقة، لنا لقاء إن شاء الله قريب مع سيدي وزير النقل لوضع بعض النقاط على الأحرف حتى نرسم خارطة طريق مشتركة لانتشال هذه الوزارة إلى بر الأمان إن شاء الله في القريب العاجل. نعم يعني برأيك اليوم إذا قابلت وزير النقل يعني راح يستجيب لمطالبكم، راح يسمع لخططكم؟ والله نعمل خير، واحنا نعمل اللي يملي علينا ضميرنا وديننا وانسانيتنا وحبنا للعراق، نعم
ونعم الخير والله كريم. إن شاء الله أنه بعد ما نزوره راح إن شاء الله أنه لقاء معاكم ونسولف ماذا حصل معه في هذا اللقاء. أكيد ضروري تكون عندنا حلقة خاصة بهذا الموضوع حتى نشوف أبرز نتائج يعني الاجتماع اللي يصير بينكم وبين وزير النقل. يعني في حال أنه قابلت وزير النقل، أهم يعني مطالبكم، أهم الخطوات ويعني الخطط اللي ممكن تعرضوها على الوزارة. والله كثير حقيقة احنا عقدنا اجتماعات كثيرة ومطولة ووضعنا نقاط كثيرة راح نطرحها على السيد الوزير ونناقشها نعم لانتشال هذه الوزارة إن شاء الله إلى بر الأمان. حقيقة هذه الوزارة مثل ما ذكرت هي وزارة كبيرة ومتشعبة وبها كثير من أمور الفساد اللي وضعنا اليد عليها حقيقة، وراح نطلب من السيد الوزير أنه تصحيح بعض المسارات التي تخص هذه الوزارة العريقة الكبيرة. نعم يعني من أهم هذه المسارات أستاذ باسم تقدر تذكر لنا؟ والله خليها بعد اللقاء إن شاء الله، أنا ما أريد أطرحها هسه على الجو، خليها بعد لأنه راح يصير بها هواي أمور، نعم فإن شاء الله بعد ما أطرحها على السيد الوزير أوعدكم وعند أنه عندنا لقاء ثاني معاكم وراح نطرح كل الأمور اللي تم الاتفاق عليها والتي لم يتم الاتفاق عليها. ان شاء الله يعني استاذ باسم عندنا لقاء يعني وياك بعد يعني ما يتم الاجتماع ويا وزير النقل ونريد إن نعرف شاء الله اهم إن شاء الله النتائج، يعني إن شاء الله ضروري يعني تنطينا اخر الاخبار والتطورات اللي يصير. ان شاء الله ان شاء الله ست. احنا حقيقه انا واخواني كلهم في الاعضاء الهيئه الاداريه لنقابه البحر العراقيين قلت عقدنا اجتماعات كبيره ومطوله ووضعنا خارطه الطريق، راح نقعد نجلس مع السيد وزير النقل وراح نطرح عليه ونقبل به خير، وراح ان شاء الله بعد لقائنا راح اطلع معاكم مع الجو واطرح لكم كل الامور اللي تم الاتفاق عليها والتي لم يتم الاتفاق عليها كذلك اطرحها لكم. نعم يعني أستاذ باسم يعني هاي الخطط أو المشاريع اللي راح تطرحوها على وزير النقل، هل هي تصب في خدمة المواطن، تصب في خدمة الموانئ، تصب في خدمة يعني محافظة البصرة بصورة عامة؟ نعم، اولا في جانب البصره والعراق اجمع نعم ان شاء الله كل يعني رتب البيت النقل ان شاء الله رتبه ويرجع مثل سابق عهده واكثر ان شاء الله. نعم إن شاء الله احنا نتأمل خير من مقابلتكم يا وزير النقل واحنا ننتظر آخر الأخبار. ان شاء شكرا الله ست ان شاء الله. لك أستاذ باسم، نشكر تواجدك ويانا اليوم في برنامج المعتمد وإن شاء الله عندنا لقاءات أخرى تجمعنا. ان شاء الله، شكرا جزيلا ولضيفك الكريم. شكرا جزيلا لك، وأيضا أحب أشكر ضيفي الموجود ويانا بالاستوديو أستاذ باسم المحلل الاقتصادي. شكرا جزيلا لكم. نعم مشاهدينا الأعزاء إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، انتظرونا يوم غد إن شاء الله وحلقة جديدة من برنامجكم المعتمد. تحياتي لكم، مع السلامة.